السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة رابعة نكمل مع بعض يا ولاد شرح منهج الإنجليش كونكت فور من كتاب المدرسة الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. إحنا دلوقتي في يونت 9، وات ميكس أس سبيشال، ما الذي يجعلنا مميزين. وصلنا لآخر درسين في الوحدة، الدرسين الرابع والخامس. يلا بينا نبدأ. عندنا بيج نمبر 46 صفحة 46 ليسن 4، عندنا مهارة الرايتنج. إيماجين، تخيل. Your friend invites you، صديقك بيدعوك، يدعو invite to a birthday party، حفل عيد ميلاد. Write what information do you need to know، ايه بقى المعلومات اللي انا محتاج اعرفها في الدعوة. Make a list، اكتب لي قائمة. محتاجة يا ولاد اعرف ايه when is the birthday party، امتى الحفلة دي، اليوم بتاعها والتاريخ. محتاجة اعرف كمان what time، تبدأ من الساعة كام للساعة كام. محتاجة كمان اعرف ايه what wear، هلبس ايه. محتاجة أعرف الإيه البليس، المكان بالتحديد، والعنوان الأدرس. كل دي حاجات لازم أعرفها يا ولاد، تمام. بيكون كمان عايز أعرف الإيه الرقم اللي هرد عليه بالقبول أو الرفض. طيب read and these invitations، اقرأ هذه الدعوات. عندي دعوات. Do they all have the information you need، هل فيها كل المعلومات اللي أنت محتاجها؟ لأ. من خلال قراءة الدعوات دلوقتي هتعرفوا إن كل دعوة إيه فيها معلومات وناقصة معلومات. يعني نوع الحفلة، بيرثدي بارتي، ماي هاوس، بيتي، سير الزير، خميس، وائل، ريبن دو سيلف بلي. من فضلك ارسل الرد. طب ارسل الرد ازاي وانت مش عاطيني رقم ان انا ايه ابعت لك الرد عليه؟ طيب انت ما قلتليش العنوان بتاع بيتك فين، ما قلتليش العنوان، ما قلتليش التاريخ، ما قلتليش وقت الحفلة. هنا كان يو كام تو ماي هاوس، ممكن تيجي بيتي اون سيريس دي، يوم الخميس ات 3 بي ام الساعة 3. ماي ادرس، عنواني، عنواني از ايه ولاد؟ ادرس يعني عنوان. 12 ديني رود، شارع ديني، ماشي. سي يو ذن، برضه ما عطانيش الرقم اللي هرد عليه، ما عطانيش تاريخ اليوم بالتحديد، دي كلها معلومات ناقصه. ما قاليش نوع الحفل برضه. اي ام هافينج ا بيرث داي بارتي، لدي حفل عيد ميلاد، ات 3 بي ام الساعه كام؟ 3. كان يو كام، ممكن تيجي. ريمبر تو وير سمثينج بلو، ارتدي حاجه زرقاء، برضه ما قاليش، برضه ايه معلومات ناقصه الى حد ما. بليز كام تو ماي بارتي، تعالى حفلتي. It will be fun، الأمر هيكون ممتع. It's on Saturday، see you then، أراك إيه لاحقا، وائل. كلها معلومات ناقصة. دي بقى دعوة كاملة بس برضه جايب لي فيها what information is missing، ناقص حاجتين بس. دي اللي أنا بس إيه ناقصة عندي، إن أكتب اسم الشخص اللي أنا بعت له الرسالة، مثلا دير عمرو، دير هبة. طيب I'm having، فاضل بقى إيه، قال لي party على طول، ما قاليش نوع الحفلة. نوع الحفلة ممكن يكون إيه يا ولاد؟ ممكن يكون بيرثدي، حفل عيد ميلاد، ممكن كمان يكون ويدنج، يكون زفاف، دي عيد ميلاد. فاحنا ممكن نقول ايه I am having a birthday party، انا عندي حفل عيد ميلاد. دي بقى شايف بالتحديد اهو، next Thursday، التلات القادم، سوري الخميس القادم، فين من المكان؟ at my house، في بيتي. كان يو كام، هل يمكنك ايه الحضور؟ I'm inviting the whole class، انا بعزم كل الفصل كله. So all our friends، عشان كده كل اصحابنا will be there، هيكونوا موجودين. I want to play with some party games، اود ان العب بعض الالعاب الجماعيه. So bring، عشان كده ايه احضر معك some music، بعض الموسيقى. So we can play musical chairs، عشان نلعب الكراسي الموسيقيه. طيب وين متى؟ شوف بقى المعلومات بقى والدقه بقى، امتى؟ اليوم Thursday، الخميس. التاريخ August 12، يعني 12 أغسطس. طيب what time، يعني ما الوقت، الحفلة دي من الساعة كام للساعة كام؟ قال لك 3 بي ام تو 5 بي ام، 3 مساء ل 5 مساء. طب وير، أين، أين، فين المكان، اديني العنوان بالتحديد. 12 ديني رود، 12 شارع ديني، ده ماي هاوس، بيتي، نيكي سوزا لايبراري، بالتحديد جنب المكتبة. طيب what to wear، ماذا أرتدي، ألبس إيه وأنا جاية، إيه اللون، something بلو، حاجة زرقاء. ريبون دي سيلفو بلي، ده الرقم اللي انت ترد عليه بقبول الدعوة أو رفضها يا ولاد، علشان صاحب الحفلة يعرف ينظمها ويشوف كم عدد اللي الناس اللي جاية له، تجسس للضيوف. جملة ختامية، I hope you can come، أتمنى إنك تأتي، أتمنى. في بقى حتة بالنسبة لإيه، ل RSVP، دي عبارة فرنسية من أربع كلمات، هو جايب أول حرف في كل كلمة عشان كده كاتبهم كابيتال، اسمها ريبون دي سيلفو بلي، ريبون دي سيلفو بلي، تساوي من فضلك ايه، تساوي ايه ريسبونسبلي، تساوي من فضلك ايه ارسل الرد.
47 بيقول لي you are going to write an invitation، تكتب دعوة. عايزين نكتب دعوة احنا بقى دلوقتي. first answer the questions، جاوب على الأسئلة. why are you having this party، انت عامل حفلة دي؟ هتقول مثلا my birthday، عيد ميلادي. where is the party، تعملها فين؟ my house، في بيتي. when is the party، امتى؟ التاريخ، Sunday مثلا. التاريخ اقول ابريل مثلا 10th، العاشر من ابريل. do you want guests to bring anything، يجيبوا معاهم ميوزك. do you want to know how many people are coming، عايز اعرف الناس اللي هتيجي قد ايه. هقول لهم ريبون دي سيلفو بلاي، يردوا لي على الرقم ده واكتب اي رقم انا بقى. now write and decorate your invitation، اكتب بقى الدعوة. يا ولاد قايم، I'm having a birthday party. عندي حفلة عيد ميلاد، امتى؟ next Sunday، الأحد القادم. I'm inviting all my friends، عازم كل الأصدقاء. I want to play، عاوز ألعب some party games، بعض الألعاب الجماعية. أبدأ بقى إيه، أديله عنوان بيتي، أي عنوان يجي على بالك. my house is at 12 مثلا، الأهرام ستريت، 12 شارع الأهرام. بعد كده I hope you can come، أتمنى أن تأتي. I will be happy، سوف أكون سعيد. أمضي اسم من تحت كده، أكتب مثلا إيه، هبة. ريبون دي سيلفو بلاي، يا ولاد. قالك اكتشف معناها. و what do you think this language is، طبعا دي اللغة ايه، الفرنش، اللغة الفرنسية زي ما احنا قلنا. صفحة 48 lesson 5 البروجكت بيقول لك prepare a class celebration، عاوزين نعمل بقى يا ولاد احتفال للفصل. عندنا احتفال في الفصل، agree on a time and place of the celebration، هنعمل ايه، وقت و تاريخ الاحتفال. مثلا our class sport is day، اللي هو ايه، يوم رياضي في المدرسة، يوم رياضي. هنقول our classes sports day. what are you celebrating، بتحتفل بايه؟ بسبورتس day، اليوم الرياضي. what food and drink do you want، الطعام اللي احنا نكون محتاجينه يا ولاد. هنقول some cake، بعض الكيك. طيب what games do you want to play، عاوز تلعب ايه في الاحتفال ده؟ ممكن نقول musical chairs مثلا. طيب what who is going to prepare the food، مين اللي هيعد الطعام؟ our mothers، الأمهات في المنزل، واحنا نجيبه معانا بقى. what do you want guests to wear، عايز الضيوف تلبس ايه؟ اكيد يوم رياضي يلبسوا مثلا ايه ولا تي شيرت and shorts و short. where in the school yard، في ساحة المدرسة.
وين تيوزداي من الساعة ايه؟ from 10 a.m. to 11 a.m. what to wear shirt and shorts please bring احضر معاك water and lots of cake مية وكثير من الكيك be ready to play lots of games and have fun تستمتع and eat lots of cake تكتب بقى now write your invitation هنقول نكسبك الأسبوع القادم we are having class sports day عندنا يوم رياضة في المدرسة we will play party games هنلعب ألعاب جماعية we will play some music هنشغل بعض الموسيقى and play musical تشيلز ونلعب لعبة الكراسي الموسيقية we will bring some water هنحضر معانا بعض الماء and lots of cake we will wear هنرتدي t-shirt and shorts we will have fun سوف نستمتع in the school yard في ساحة المدرسة صفحة 49 Do you remember? Read and complete. A game we need music to play. لعبة معينة بنحتاج فيها الموسيقى عشان نلعبها. Musical chairs. A game you can play outside. تلعبها بالخارج. Hide and seek. A game you need to cover your eyes in. عايز تغمض فيها عينيك برضه. Hide and seek. Write three sentence about what makes Egypt special. اللي بيميز مصر. قلنا هكتب جملة عن الفود. أو ممكن أقول Egyptian. Food is wonderful. Egyptian people, الشعب المصري. are hospitable هنقول Egyptian nature is great we have عندنا ديزرت صحراء عندنا ماونتنز جبال عندنا جرين لاندز أراضي خضراء and it even snows in Sinai region make sentence with the past simple form of these verbs الماضي من هيت هيت زي ما هي الماضي من بوت بوت الماضي من جو وينت عايزك تحط كل واحدة من دول في جملة يا ولاد تقول لي I hit the ball with my
راكض بمضربي. I put a bandage، وضعت الألصقة الطبية on my cut arm، على الجرح اللي فيه ذراعي. I went to the park، حطيناهم في جمل اهو. طيب do you remember these words at the end of fault and table if you will؟ Sarah's necklace is beautiful، جميل. العقد بتاع سارة beautiful. Adam is very helpful، عشان عندي كلمة help في help هنا. Beacon when you cross، كن careful، حذر عندما تعبروا ايه الطريق. يقول بقى حاجتين استمتعت بيهم، حاجتين اتعلمتهم من الايه من الوحده. بكده يا ولاد تهينا بفضل الله من حل وشرح اخر درسين في الوحده بتقييم على الوحده التاسعه. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا مراجعه شامله على الوحده السابعه والثامنه والتاسعه. انتظرونا، يصلكم ان شاء الله كل جديد. كانت معكم ميس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.